السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. وعواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحيحة والهنا باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا رب. اليوم غادي نحضر معكم ان شاء الله يا رب المقروط، المقروط ديال وجدة. المهم اللي مولفة كنديرو دائما انا للعائلة ديالي، كيجي زوين في المذاق ولا في ما كيتفرتتش في القلي فاش كتقليوه. المهم كيجي زوين، غادي نشارك معكم الطريقة ديالي. هو كيفوت على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى كنحتاجو، مهم بالنسبه للمقادير، كنحتاجو هنايا جوج ديال الغرفيات ديال السميده غليظه، الغليظه كاع هادي، ماشي السميده المتوسطه وماشي الرقيقه الفينو، هادي الغليظه باش ما يجيناش رطب بزاف. المهم انا دائما كنستعمل هاد المقادير. هنايا عندي جوج غرفيات ديال السميده غليظه وجوج غرفيات ديال الفرينه او لا دقيق الفورس، نفس العبار. وكناخذوا غرفيه واحده ديال الزبده وقبيصه ديال الملح. صافي هادو هما المقادير. وكنبسوا هاد السميده مع الفرينه، كنبسوها بهاد الزبده وكتبات ليله كامله حتى الغد لي عاد كنخدموا المقروط، يعني ما كنخدموهش في النهار، كيبات والغد لي عاد كنخدموه باش كيجي زوين وكيجي فتي. المهم دوزوا دابا الطريقه. كناخذوا واحد البانيو اولا شي اناء هكا اللي تخلطوا فيه، كنديروا السميده. انا هنا عبرت جوج غرفيات كيف ما قلت لكم، اي نوع ديال الغرفيه اولا زلافه كيف كيقولوا ولا حنا جهه شقيه كنقولوا غرفيه. وهنايا عندي نفس العبار ديال السميده الغليظه جوج غرفيات، هنا كذلك جوج غرفيات ديال الفرين. اللي بغى ينقص المقادير ينقص، اللي بغى يضاعف يضاعف، راه هذه كتجيب كميه كثيره تبارك الله. صافي غندير واحد القبيصه ديال الملح وصافي. كنديروا نخلط بعدا هذا الشيء هكا ونديروا الزبده ديالنا ونبسو عادي بحال كنديروا تقريبا الحرشه، نبسو مزيان حتى تولي كل حبه ديال السميد ديال الدقيق مبسه بهذيك الزبده. صافي دابا غادي ندير هاد الزبده كامله، وفاش تكونوا تذوبوا الزبده حيدوا لهاديك الرغوه اللي كتطلع فوق. انا حيدت تقريبا وباقي شي شويه، المهم حاولت نحيد بزاف. بما انها سخونه غادي نحرك بهادي شويه حتى تبرد ونبسسها بيدي، يعني نورمالمون تكون شويه بارده باش نبسطوها بيدي. انا يلاه دوبتها وجيت نصور معاكم. المهم معليش غادي نخليه يبرد شويه ونرجع معاكم باش نديرو بيدي حسن من هذا باش ما يجينيش معجن. انايا راه دافي، غادي نبدا نبسس الطريقه بحال هكا. تبسس راه كلشي كيعرف يبسس الطريقه ديال الحرشه وهذا، باش كل حبه ترجع لنا داخل فيها هذاك الزبده. نخلطو مزيان من تحت للفوق لانه كيهبط الدقيق لتحت، او لا ناخذ شي بانيو كبير. انا هذه شويه صغيره معليش. المهم الطريقه راه باينه مفهومه، انا غادي نبسو كامل بهذه الطريقه. نحرك واحد التحريكه من تحت باش ما يبقالناش مكور. شفتوا هاد البانيو شويه صغير معليش. المهم غادي نبدا ندير فيه بحال هكا حتى نبسطو كامل ونرجع معاكم باش ما يجيش حتى الفيديو ما يجيش طويل. انا في الاخير غيرت البانيو، هذا واسع وكبير، عاوني في التبسيس ديالو. المهم كيجي بحال هكا، نتمنى يكون يبان لكم. راه هذيك الزبده كلها تشربها السميد والدقيق وبسستو كامل، بقى بشي حبات مكورين غير شي حبات قلال كنحاول نحلهم حتى. دابا هاد
هاد الخليط هذا غادي نغطيوه بشي حاجه ونخليوه يبات حتى الغد ليه. الغد ليه عاد غادي نبداو نجمعوه بما زهر شويه بشويه، ما كنجمعوهش كامل بما زهر لانه راكم عارفين السميده كتشرب. دونك بحال مثلا في الاول غادي نجمع غير واحد الكويره بحال هكا بما زهر مثلا، غير كنا نوريكم حتى الغدا ان شاء الله ملي يبات، والصباح عاد غادي نصور معكم نكمل لكم التصوير بحال قد هكا ونجمعوا بما زهر شويه بشويه، لانه الا جمعتوه كامل بما زهر غادي ينشف لكم وياكل لكم بزاف، يعني ياخذ لكم بزاف ديال الما زهر. وبالنسبه للحشوه كنحتاجوا التمر، انايا هنايا عندي هذا التمر اللي كيتباع جاهز هنايا خديته، كاين في المغرب هذا، انا لقيته هنايا حتى في اسبانيا لقيته عند المغاربه. وكتحتاجوا ما زهر، بالنسبه اللي ما عندوش هذا كيجيب غير التمر كيفورو مزيان 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 مع شويه القرفه شويه ديال الزبده، ومن كيطيب مزيان ولكن يطيب مزيان ما يبقاش قاسح عاد كديروا فيه الزبده ما زهر القرفه وصافي. هادشي اللي كاين، انا هادشي اللي كندير، كاين اللي كيضيف فيه جنجلان، كاين اللي كيضيف فيه حتى اللوز، المهم هادوك اختيارات، ولكن انا كنديرو غير هكا عادي كيجي زوين ان شاء الله الا جربتو راه غادي يعجبكم. المهم خليكم حتى الغدا ان شاء الله من يبات هذا والغد ليه عاد نكملو التحضير. بالنسبه للمقروط من بعد ما بات ليله كامله بسسناه البارح وبيتناه ليله كامله كيف ما كتشوفوا، غادي اليوم نحاولوا نعجنوا هاد الكبيرات هادو اللي بقاو، نحاولوا نفرتوهم هكا فاش نكونوا كنعجنوا. المهم اول حاجه غنديرها، غناخد واحد الاناء وغادي نحل هاد التمر نديرو هنايا ونزيد عليه شويه قرفه شويه زبده وماء الزهر ونعجنوا مزيان. نضيفو ليه القرفة اللي كيضيف حتى القرنفل وغادي نضيف واحد المعلقة ديال الزبدة غير واحد المعلقة صغيرة بحال هكا وغادي نضيف ما زهر شويه غير باش نشمعو، المهم غادي ندلكها مزيان نشوف الا خصها عاد نزيد لانها قاسحه خصني ندلكها مزيان. من بعد ما ندلكوها نشكلو منها بحال حرابي باش نوضعوهم في وسط هذاك السميد اللي غادي نشكلوه، المهم راه كلشي كيعرف واللي ما كتعرفش تبع هاد الطريقه راه الصراحه كيعجبني. واللي بغى يدير التمر كيف ما قلت لكم البارح التمر عادي يفورو، غير هو يفورو مزيان باش ما يبقالوش هكا قاسح، خصه يجي رطب بحال هكا. هذه غادي ندلكها شويه ندخل فيها هذيك القرفه والزبده، انا هنا كنخدم فوق من الكونجيلاتور على حسب الاضاءه اللي هي هالبوطاجي، جهه البوطاجي شويه عندي ما مضوياش مزيان داكشي علاش جيت ندير هنايا فوق حيت غتشوفوا البلون دو طرافاي مختلف، غير جيت حدا الصرف وصافي. صافي كيف كتشوفوا ها كتسلك مزيان. ودابا غادي هنايا جبت هاد القطاعه غنشوف تصلح لي ولا لا، غنشوف الا صلحات لي نخدم فوقها سينو غنغلفها بشي بلاستيك.
نديرو حراب اولا غير باليد كامل ديروش فوق من هذا. غادي نكمل سمحولي غنكمل بنفس الطريقة حتى نسالي التمر كله. مارتو شي يكفيني على حسب الكمية ولا تقدرو تقسمو. غادي نجيب موس هنا من بعد ما حربلت محربلتش كلشي، المهم حربلت غير هاد الكميه حتى انا نخدم شويه بشويه. ودابا غناخدو اناء اخر فاش غادي نبداو نخلطو هذا. غادي ندير هنايا السميده غير شويه بشويه. انا غندير نبدا نجمع هذا كيف قلت لكم شويه بشويه. غادي ندير المازال ونبدا نجمع كبيرات ماشي كبيرات، نجمع العجين غير على حساب ما تجمع باش نقدرو نحربلوها. بالنسبة للمزهر كنديرو عندنا ميزان، تقدروا الا كان عندكم مزهر قليل تغشو شوية بالماء بحال تخلطو في شي كاس مزهر مع الماء. هادشي الا كان عندكم ماء قليل. غادي نشوف الا خاصها او لا. يكون شويه هكا جاري ماشي كاع جاري، شويه هكا رطب باش تقدروا تشكلوا فوسط منه الحربول ديال التمر. انا هاد الكبيره صافي غادي نبدا نخدم بها. نوريكم غادي نخدم قدامكم باش تشوفوا. نحيد غير هذا من حدايا، نحيد هذا معرفتوش تلصق لي السميده هنا فوق الخطاها او لا. سمحوا لي على الصداع ولدي الصغير، خاف الكوزينه بعيده عليهم. سمحوا لي قطعت لانه كان صداع كان كيهضروا في التليفون. المهم هنايا حربلت واحد الحريبيل بحال هكا وغادي نجي في الوسط وغادي ندير بحال هكا غير بصبعي، ما كتحتاجو حتى شي حاجه غير هي رقه باش ما تجيش غير العجينه، يجي شويه التمر يعني ما يجيش غير العجين وصافي. غادي نديرو في وسط منه حربول على قد الطول ديال هذا بحال هكا. انا ما عبرتوش راه جاني شان، غنقص شويه حيت هاد الجوانب كنحيدوهم. صافي وغادي نبدا نطلع هذا بحال هكا. واش كيبان لكم هذا بحال هكا؟ ندير غير بيد وحده باش تبان لكم بحال هكا. هي راه رطبه العجينه كتعاونكم، اولا كديروا حداكم شي حاجه شي غرفيه فيها الماء ولا الاخر باش تبقاو تفزقوا صبيعاتكم. انا ما كنفزق ما والو، راه الراس رطبه كتجي بحال هكا. وكنحاولوا نسدو مزيان كلشي على السدان باش ما يتحلكمش في وسط من الزيت من تكونوا كتقليوه. شفتوا بحال هكا انا بدا يتشقق، ولكن ما تخافوش غادي نرجع نبسط بحال هكا ونرجعوا نصاوبوا الحربول. نتمنى تكون الطريقه واضحه. غادي نحاول نقدو مزيان باش يعطيني هاد لا فورم هادي. صافي ومن فوق كنبسطو شويه
صافي. دابا غادي نبدا نقطع ونحط في شي بلاصه. بالنسبه للتقطع نمسح هذا الموس، غنقطعوا هاد الجنب هكا ونبداو نقطعهم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. انا غنديرهم شويه صغار بطريقه مائله بحال هكا بحال هكا. هذا غنحيدو هاد الشب، شو عرفت قلت لكم ما توصلوش التمر حتى للقنت لانه كي هادي صغرتها بزاف، راه غادي ينشف، غادي السميده تشرب وينشف، واخا راه شويه مازال جاريه كيجي بحال هكا التمر كيبان من داخل وكيجي بحال هاد الشكل هذا. وحنا كنقادو يعني الا شفنا شي بلاصه ما مقداش راه كنقادوها. بالنسبه للنقيشات حتى تنسى لي كلشي واقيلا عاد نقشهم. انا كنقشهم غير بالموس، ما عنديش صراحه ما عنديش داك النقاش ولا غير الموس راه كافي، كتجي النقشه باينه. هادو شوي صغرتهم ولكن معليش نوالا شفتو كي كيجي. نقرب لكم شويه الكاميرا غير سمحوا لي على التصوير. فوالا المهم تنسالي غادي نعاود معكم واحد الحرب والاخر، نجيب شي حاجه فاش نحط، اسمحوا لي نجيب شي حاجه فاش نحط ونرجع معكم. كيف قلت لكم راه غادي ينشف لانه السميده راه معروف عليها كتشرب، ما غاديش يبقى هكا جاري، ويعاونكم في القيام. انا دابا اليوم راه الجمعه، جمعه مباركه بعد الله يدخل عليكم بالصحه والهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله يا رب. وكدايره الطحان كيطيب وكنخدم فيه، يعني ماشي نسي شي حاجه صعيبه، راه كتخدمي غير بوحدك ساهل، والله يقدر يعاونك شي حد ولداتك ولا مول الدار اللي مالا. لا شفتوه كيتشقق هنايا ولا صاوبو شي مشكل، اولا كيف ما قلت لكم في الزوي يديكم وسدو دوك الشقيقات. انا العجينه مازال زعما دايره رطبه مازال ما قساحت، غنزيد شويه نحرك لها غير واحد شويه صافي. وغادي ندير نفس الطريقه هكا بالاصبع ديالي، طريقه تقليديه يعني ما فيهاش. اليوم راهم كاينين مراشم، كديري كويره في المرشم وديري كويره بالنسبه لهادو شنو سميتو التمر، حتى هو كديريه كويرات وكتحطيه في وسط هذيك الكويره وكتسدي عليها بديك القطاعه، حتى هذيك كتسهل الصراحه. ولكن حتى الطريقه والله الا سهله، غير زعمو وديرو راه كيجي زوين والله القاسم. ما كنشكرش غير هكاك. هنا التمر غادي نزيد نحرقلو شويه صافي، ساهل ماشي شي حاجه صعيبه، وحتى حاجه ما صعيبه، اي حاجه نقدروا نصاوبها حتى واحد مازال معلم صافي. غادي نبدا دابا ندير كيما قبيله نفس الطريقه، ندير غير بيد وحده باش نوريكم بحال كنطلع هاد الجنب وعاودت كنطلع هاد الجنب الاخر، وانا كنطلع في العجينه باش ما تبقاش جهه غليظه وجهه رقيقه. شفتوا كيف قلت لكم تقدروا ديروا شي حاجه حداكم فيها الماء اولا مزهر حسن، غير الا كان عندكم قلت لكم كميه قليله ديال المزهر اللي تقدروا ديروا تخلطوا الماء مع مزهر بحال تغشوا شويه. انا غادي نشوف لك فاني عندي جوج قراعي مزهر هما اللي عندي ومازال تبعان، يعني ندير الشباكيه صافي. غادي نقطع عليها بحال هكا بحال هاد الشقيقه هنا نسدها من هنا عبد تاني. المهم كتبقاو غاديين كنقادو باش ما تجيش مثلا هنايا رقيقه بزاف، هنا غليظه هنا غليظه، نحاولوا نديروه قد قد. صافي غادي نبسطو شويه هكا من فوق بواحد تبسيطه خفيفه ونجمعو هاد الشناب صافي. نبداو نقطعو نحيدو هاد الجوانب
ونبداو نقطعوه على حسب الحجم اللي بغينا. بغيتوه كبير ديروه كبير، الاحسن يكون شويه صغير ما يكونش كبير بزاف ويكون هكا مائل. المهم الشكل كيبقى يعني اختياري، ماشي ضروري ديرو بحال. وفاش كتهزوها راه تقدروا تزيدوا تصاوبوها اذا كانت شي حاجه كتموديفيوها، كيجي بحال هكا. شوف صافي، كنظن الطريقه واضحه. غادي نكمل بنفس الطريقه كاملين، والخليط تبارك الله راه عندي كميه كثيره، غادي نكملها باش حتى الفيديو ما يجيش طويل، وحتى نرجع معكم ان شاء الله باش نقليوهم باش نشكلوهم. يا ربي باش نديرو الزواقه من فوق بالموس، غير بالموس انا كندير. شفتو هاني بحال هاد الشوايه كانوا هنايا مثلا دايرين، غير هو حاجه وحده. انا فاش درت البارح الزبده سخونه وخلطت بهذيك سباتولا بحال شويه تكورات لي السميده، دونك حاولوا تخدموا الزبده تكون شويه دافيه بارده، يعني اللي تقدروا تخدموا بيدكم باش تقدروا تبسوه ان فوا تحطوا تبسوه. هادو غادي نحيدهم وصافي، غادي نعاود نكمل بنفس الطريقه وهانتوما معايا. قرط كيف ما كتشوفوا انا ساليتو هنايا، هادو شردتهم شرطه كيف ما قلت لكم عادي غير بالموس، وهذا خليته حتى ندير معكم نشرطو معكم نوريكم الطريقه. بالنسبه للتمر كفاني وشاط لي عاد هذا، في الاول كنت كندير غير شويه، المهم شاط لي هذا كيف ما شفتوا، هو كيجي عامر بالتمر كيجي زوين. هذا غادي نحتفظ به حتى ندير به شي حاجه اخرى، ديروه غير في الثلاجه ما يخسرش. المهم غادي ندوز دابا نجيب موس ونوريكم. طريقه سهله كتجي، غير هي ما تدخلوش بزاف بالموس بحال هكا هكا بحال تقريبا علامات فيك وتبقاو غاديين وكت فوالا بحال هكا. وشرطوه ما حدو رطب، ما تخليوهش حتى يقصح بحال هكا. هو هادو الولا اللي صاوب راهم قصاح وصافي. حاجه اخرى ما صورتش معاكم كيف وريتكم في الاول، راه كان مكور لي فوتو في واحد الصفايه غليظه، وهذاك اللي مكور كاع حيدتو حيتاش عذبني شويه في الخدمه. غير كيف ما وصيتكم نتوما النصيحه اللي نعطيكم، السميده ماشي سميده الزبده، انا كنخدم معكم وكنهضر سمحوا لي كنزرب في الهضره. الزبده كيف ما قلت لكم تتبرد عاد خدموا بها باش تقدروا تبسوا من الاول، ما ديروش شي حاجه بحالي انا درت سباتوله فهي اللي خلات يجيني شويه مكور، ولكن كل شيء عنده الحل. فوتوا في واحد الصفايه غليظه شبيكه ماشي حتى صفايه، لانه الصفايه ما غاديش يدوز لي فيها. فوتوا في واحد الشبكه وصافي حيت هذاك الغليظ ان تكون كان كيبان لكم كاع، ما شفتوش كيبان لكم دابا. المهم كديروا بحال هكا علامه فيك كيف ما قلت لكم، كترجعوا عاوتاني ديروا بحال هكا وهكا. اللي عنده داك المقياس يقدر يدير هذاك اللي داير بحال شكل نتاف، فوالا كيجي بحال هكا. صافي غادي نكمل هادو اللي بقاو لي حتى نبدا نقلي ونصور معاكم. حاجه اخرى ما وصيتكمش، ما عرفتوش قلتها لكم ولا لا سمحوا لي، غير من تكونوا تشرطوا ما تدخلوش بزاف، ماشي حتى يبدا يبان كاع التمر، غير هكا غير من فوق. الا دخلتوا راه فاش غادي تطيبوه في الزيت غيتحل لكم، غير هكا غير من فوق. المهم التشريطه تجي باينه ولكن غير من فوق، ما تفوتوش حتى لتحت حتى لهنا حتى للتمر بحال هكا. صافي المهم حتى نرجع لكم. حنا كيف ما تشوفوا درت العسل يسخن مجهده لي حتى يسخن مزيان، عاد غادي نغسلو. وهنايا العسل ما عرفتش واش شاركتو معاكم ولا لا، والله ما بقيت نعقل. شوفوا شحال كيجي ثقيل، راه كيتهز لي غير بالزيت بهاد
الطريقه كديروا 2 كيلو ديال السكر في يوترو قل كاس ماء، نقص منه انا هاد العام كاس على الجان يتقيد، وكديروا فيه رونديلات ديال الحامض وديال التشي، وكديروهم يتعسلو حتى كيتغير اللون ديالهم تماما على نار مهيله. انا ما درتش هاد المره، ما درتش الكوكو، درت غير مرميطه عاديه ما سديتهاش، حتى كيولي اللون ديالهم شوفوا كي كيولي، كيولي بحال هكا معسل. هادو كيتعسلو باش كتعرفوا طاب هاد الرونديلات كيتعسلو، فاش كتهزو بالمعلقه وتحطو في شي طبسيل نقيطه ما كتهربش ديك النقيطه بالجناب، كتبقى في بلاصتها صافي. كي كدوز حتى كيبرد وكيبان لكم بانه ثقال، فاش كتطفيو عليه راه ما كيكونش هكا ثقيل، شحال ما درتو على تيساح كيزيد يتقال. انا هضر هدرتو هو اول حاجه، ما عقلتش فوقاش درتو، هذه سيمانه واقيله ولا صافي. المهم غادي نبداو دابا نقليو المقلوط ديالنا، نشوفوه واش سخون، ديروه في العسل وشي شبيكه بحال هكا باش يستقطر لنا داك العسل وصافي. الطريقه كنظن راها باينه، تقدروا ديروه في شي كوكوط تكون كبيره، انا درت غير في المقلوط صافي. غادي نكمل نعمر هذه كامله ونخليها يطيب على نار مهيله. هنا يحمروا من تحت وقلبتهم بالفرشيطه على الجهه الثانيه، كنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هنايا صافي غادي نبدا نحيد لانهم حمارو، ما فيكمش شي وحدين تحلو شي شوي، ولكن ما هبطاتليش بعد السميده في الزيت، غير تشقوا شويه ممكن معليش. ولا كيف كتشوفوا راهم حمارو وغادي يزيدوا مازال يكملوا اللون ديالهم في العسل. العسل البنات بارد، راه غير حاطه فوق البوطه وصافي، حدايا زعما قريب. بما انه هنايا الزيت سخون غادي نهزوه من السخون، هنا يكون بارد العسل يكون بارد صافي. انا هنا غنبدا نهز لان اللون هو هذا، اش كيبان لكم؟ ولا راه حمار المقروط كيجي بحال هكا، كنقدم لكم بالصحه والهنا. غير جربوه راه كيجي رائع فريمون، كيجي زوين. غنقرب لكم الكاميرا تشوفوا دوك الحبيبات نتاع السميدات، المهم كيجي زوين بزاف بزاف بزاف، جربوه ردوا عليا الخبر. هنا حطيت لكم غير باش نوريكم، والكميه اللي جاب لي هاد المقادير اللي استعملت هي هادي، انا مازال مخليها هنا يستقطر. دابا صافي راه استقطر، غادي نديرو في شي بواطو وصافي. كنقدم لكم بالصحه والهنا.